اللي هو التقدير للوحة ما تغيرش لان الكلور موجود والصوديوم موجود، هما ما زابوش ما رفعوش في حته ثانيه، هما موجودين لكن هو فكهم من بعض، فبالتالي الاثر الضار بتاع الملح زاد. لما الاثر الضار بتاع الملح بيزيل بيعمل ايه؟ العناصر الزيئه اللي انا حاطط السماد بتاعي، السماد الكيماوي اللي انا حاطه بتاعي خلاص بقى اصبح يعني افيلابل اكتر، ميسر اكتر للعناصر المختلفه للاشجار بحيث ان النبات يمتص. يبقى انا زودت كده، استخدمت زودت كفاءه الاسمده بتاعتي اللي انا بحطها او اللي انا حاططها قبل كده وكانت ممسوكه بالملح، انا قللت زودت كفاءتها وبالتالي استخدمها وبالتالي قللت كميه الاسمده اللي انا بحطها. اتفضل يا فندم. بس هو التاثير الضار للصوديوم كلورايد تايوز في حاجتين، اولا العنصرين دول مسمين النبات، ثاني حاجه زياده التركيز حوالين الشعاعات الجذريه بيخلي الخلايا نبات تطلع المايه اللي فيها عشان هيعمل بلزمه. قصدك هيعمل بلزمه يعني؟ لا طيب هو يعني زي ما انت قلت عايز اذا كان اصلا مشكله في الصوديوم والكلورايد يعني كيونات. هو معلش يعني سؤال بس لحضرتك، هو يعني هيفضل الصوديوم والكلورايد لوحدهم في التربه كده ما في عناصر ثانيه هيتحدوا بيها؟ ما التربه مكونه من، هندخل بقى في تكوين التربه، التربه بتكون عناصر ايه؟ هيبقى بيتفاعل مع الصوديوم والكلورايد بيتفاعلوا مع حاجات تانية. لا مش ما بيمتصوش، ما بيمتصوش يا فندم الشعيرات الجذرية. هقول لحضرتك على حاجة، الموضوع ده بحث، بقول بحث علمي معتمد واتنشر في مجلة عالمية الشهر اللي فات. بالمناسبة يعني مش كلام مرسل كده، احنا طبقناه على أرض الواقع وعملنا له عملناه بحث علمي واتنشر واتحكم والحمد لله وأجيز واتنشر الشهر اللي فات ده في مجلة علمية. تمام. وفي ابحاث، مش ابحاث بس، الماجنتايت شغال في السوق اكتر من 10 سنين. بالمناسبه احنا عملنا بحث عشان ما يبقاش احنا الدكاتره واحنا الباحثين في حاجه موجوده في السوق وما عندناش فكره عنها، لكن احنا بنشتغل بيه من زمان والمنتج موجود وفي ناس موجوده في القاعه بتشتغل بيه. تمام. هو لا يا فندم، هو الباشمهندس مقصده ان هو ممكن يعمل بلزمه للبذور، لما البذور يزيد فيها امتصاص الصوديوم والكلور بالتالي هتحصل فيها بلزمه، هيحصل اثر عكسي، الميه هتطلع من البذور. زائد ان الكلور بيخلي، زائد ان